לא יודעים מה זהותו, כרגע אנחנו עובדים עם הגופים החברים שלנו כדי לנסות להבין מי הוא ומי הביא אותו, וזאת המטרה המרכזית של... יש דיווח שמדובר במחבל פלסטיני ממחנה הפליטים קלנדיה שהגיע לכאן לתל אביב. אנחנו בודקים את הנושאים האלה גם כן, כשיהיה לנו ודאות מוחלטת לגבי זיהוי המחבל, אנחנו נעדכן אתכם. מטבע הדברים, תל אביב היא מאוימת מטבעה ורף ההתראות הוא גבוה מאוד. إذن متابعينا الكرام نواصل معكم هذه التغطية لآخر التطورات فيما تعلق بحادثة تل أبيب. الآن مؤتمر صحفي للشرطة الإسرائيلية. قبل ذلك متابعينا الكرام قوموا بعملية المشاركة في هذه التغطية المتواصلة لآخر التطورات في مدينة تل الربيع والتي حدثت عملية وصفت بأنها كبيرة وخطيرة للغاية. إذن متابعينا الكرام الأنباء الأولية تتحدث عن شاب كما تقول القناة الثانية عشر الإسرائيلية أو الثالثة عشر الإسرائيلية عن وجود عملية نفذت متابعينا الكرام في منطقة ديزنغوف في هذه قبل نصف ساعة من الآن. وصل شاب بحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية من مخيم قلنديا على ما يبدو. إذن الحديث الأولي على أن شاب من مخيم قلنديا كما يقول مفتش عام الشرطة يفحصون هذه الفرضية وصل إلى منطقة تل أبيب على مداخل أحد المطاعم قام بإطلاق النار مباشرة على مجموعة من المستوطنين فأصاب ثلاثة بجراح خطيرة للغاية. هناك حديث متابعين الكرام عن وجود موت سريري لحد لشخص ووجود أيضا متابعين الكرام لإصابتين خطيرتين في المكان وأيضا ارتقاء المنفذ كما تقول وسائل الإعلام الإسرائيلية. إذن متابعين الكرام ثلاثة إصابات وصفت بأنها أحدها وفاة على مقتل يعني مستوطن إسرائيلي وإصابة اثنين حتى الساعة. إذن نتابع معكم قوموا بعملية المشاركة لهذا البث المباشر في آخر التطورات فيما نشهد الآن والنقاشات. متابعينا الكرام قبل دقائق كان مفتش عام الشرطة أو مفتش الشرطة الإسرائيلية الذي أقاله ابن كبير من منصبي على خلفية عدم استخدام العنف ضد المتظاهرين قبل ذلك تحدث قبل قليل قال بأن العملية بدأت هكذا. وصل شاب مسلح إلى منطقة ديزنغوف هذه المنطقة التي تعرضت لهجمات فلسطينية مختلفة في السابق وأدت إلى إصابات كثيرة. وصل إلى أحد المطاعم فتح النار باتجاه المستوطنين أحدهما أصيب بموت سريري واثنين آخرين بجراح مختلفة ما بين خطيرة وما بين متوسطة. استنفار في هذه الأثناء في منطقة ديزنغوف ومفتش عام أو مفتش الشرطة في منطقة تل أبيب قال بأننا أمام حدث على ما يبدو كبير. هناك تفتيش على من ساعد المنفذ، من نقله، هل يوجد شخصية أخرى في المكان أم لم يوجد، لكن رسميا أعلنت شرطة الاحتلال عن ارتقاء المنفذ كما تقول وسائل الإعلام الإسرائيلية. بيان الشرطة الإسرائيلية يقول إذن متابعينا الكرام نقلا لما يجري الآن وما تقول وسائل الإعلام الإسرائيلية حتى الساعة. هناك خبر عاجل كما تشاهدون، إذن خبر عاجل في هذه الأثناء متابعينا الكرام على ما يبدو أوليا هناك موت لأحد المصابين في هذه العملية. أيضا تسلط وسائل الإعلام الإسرائيلية في هذه الأثناء متابعينا الكرام على ما يجري في قطاع غزة بخروج الآلاف في ترحيب للحادث الذي وقع في منطقة. نتمنى من الإخوة المشاركة في ظل البلاغات على هذا البث المباشر. نعود متابعينا الكرام النقاشات الإسرائيلية في وسائل الإعلام الإسرائيلية الآن، كيف وصل هذا الشاب الفلسطيني، من نقله، من الذي ساهم في الوصول إلى هذه المرحلة. هناك النقاشات الإسرائيلية في ظل الاحتجاجات، عدم تمكين الشرطة من العمل، الخلافات ما بين قيادة شرطة الاحتلال وابن كفير تحت عنوان ما الذي يمكن أن يفعل. الآن قائد الشرطة الإسرائيلية الذي أقيل من ابن كفير في منطقة تل أبيب يقول بأننا حاولنا أن نقوم بعملية السيطرة، حاولنا أن نمنع ما يمكن أن يكون، لكن هناك كانت حركة أسرع. وصل الشاب على ما يبدو. إذن الأول متابعينا الكرام يقولون بأن المنفذ من قلنديا، بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية تقول بأن، لكن لا تأكيدات حتى الساعة عن هوية المنفذ، الشاب الذي نفذ، من هو، ما هي التفاصيل. سنسمع ماذا قال. وصل إلينا هنا خمسة إصابات إذا وصلت إلينا في هذا المكان. يوجد هناك إصابتين ب...
إذن متابعينا الكرام، التحديث في الخبر العاجل يقول في أحد المستشفيات وصل إلينا 5 إصابات، 2 بحال الخطر الشديد، وأيضا هناك 3 إصابات مختلفة. إذن متابعينا الكرام، الآن وسائل الإعلام الإسرائيلية ترفع عدد المصابين في هذه العملية وتقول بأن أحد المستشفيات وصل إليها تقريبا 5 إصابات. إذن متابعينا الكرام، هناك موت سريري في أحد الإصابات بحسب ما يقول قائد الشرطة أو عفوا المسؤول في مستشفى يخلف. إذن متابعينا الكرام، إذن في الخبر العاجل الذي نقلنا إليكم قبل قليل، الشرطة الإسرائيلية تعلن عن ارتقاء المنفذ، هناك نقاش عفوا وفحص من قبل شرطة الاحتلال إذا ما كان المنفذ هو من مخيم قلنديا كما تقول وسائل الإعلام الإسرائيلية. وتقول أيضا، سئل قائد الشرطة في تل أبيب قبل قليل، قيل له من هو المنفذ؟ قال حتى الساعة لا يوجد لدينا معلومات دقيقة حول هوية المنفذ، لكن فرضية أن يكون المنفذ من منطقة قلنديا يجري عملية البحث والتدقيق في هذه الفرضية. عدد الإصابات في ارتفاع متزايد، هناك وسائل الإعلام الإسرائيلية تتحدث عن أكثر من 6 إصابات، لكن متابعينا الكرام كما أشرنا هناك حديث الآن من أحد الأطباء في منطقة يخلف يتحدث على أن الإصابات 5 التي وصلت إلى هذا المستشفى، أحدهما موت سريري، 2 بجراح خطيرة للغاية، وأيضا 3 آخرين بجراح على ما يبدو متوسطة إلى طفيفة. إذن متابعينا الكرام، ما زالت وسائل الإعلام الإسرائيلية تناقش هذه الفرضية، يقولون هل هو منفذ أم منفذين؟ هل إذا نعود إلى ساحة العملية ماذا يقول هذا المراسل؟ سننقل لكم بالتفاصيل. إذن نحن نتواجد الآن في هذه المنطقة، سنلتقي أحد المسعفين في نجمة دادود الحمراء وسنسمع منه ما الذي جرى، تفاصيل ما جرى، ماذا يقول في هذه الأثناء وتفاصيل الإصابات. يقول نحن سمعنا عن الحادث وعملية إطلاق النار في منطقة تل أبيب، توجهنا إلى المكان وأيضا كنا بصحبة الشرطة الإسرائيلية. إذن سمعنا عمليات إطلاق نار كبيرة في المكان وإطلاق أصوات كبيرة. عندما وصلنا إلى المكان وجدنا هناك إصابات. يقول أيضا ووصلت إلى المكان وقمت بعملية إجراء طبابة للمصابين في المكان. أنا لم أشاهد كافة الإصابات في المنطقة لكن أستطيع أن أقول أن هناك إصابات. كم هو عدد الإصابات في المكان؟ هكذا يسأل الآن. إذن متابعينا الكرام، يقول الآن بالنسبة للإصابات، أنا شهدت بأم عيني وقمت بالتدخل لعلاج موت سريري وأيضا إصابة خطيرة للغاية وأيضا إصابات أخرى طفيفة. إذن متابعينا الكرام، حول الإصابات، حول طبيعة الإصابات وشكل الإصابات، إذا نعود كما قال قبل قليل في مستشفى يخلف، يقول جميع المصابين نقلوا إلى يخلف، هناك 5 إصابات وصلت إلى هذا المستشفى، هناك موت سريري، إصابتين خطيرتين، وهناك 3 إصابات أخرى ما بين طفيفة ومتوسطة. متابعينا الكرام، نذكركم بالحدث، كيف وقع، كيف بدأت التفاصيل، أين هي الشرطة واتجاهاتها في التفكير، هكذا الرواية من البداية. الاحتلال يتحدث متابعينا الكرام عن الآتي: وصول مسلح إلى منطقة الديزنغوف وسط مدينة تل أبيب، الوصول إلى المكان متابعينا الكرام استغرق على ما يبدو وصولا إلى أحد المطاعم في ذات الوقت متابعينا الكرام، قام بإطلاق النار إصابة مجموعة من المستوطنين في المكان، استنفار عسكري في المنطقة، أحد الأفراد الشرطة وأيضا صاحب مطعم خرج من المكان وأدار اشتباك
مع الشاب المنفذ، وأيضا أدى إلى ارتقائه كما تقول وسائل الإعلام الإسرائيلية. نتنياهو الذي كان في زيارة إلى إيطاليا والذي منع من الخروج بسبب التظاهر بشكل كبير، والذي حاول أن يصل إلى طائرة عادية كما قالت وسائل الإعلام الإسرائيلية، يدير نقاشات الآن أمنية من إيطاليا، اتصل مع جهات أمنية، وأيضا أدار نقاش مع وزير الأمن الداخلي، وأدار نقاش مع الشرطة والشباك والأجهزة الأمنية، والتي تقول بأن الحادث على ما يبدو حتى الساعة لم تنتهي، الملاحقة ما زالت مستمرة، والبحث هل هناك منفذ آخر معه، هل هناك مشارك، هل هناك من أوصله. هذه التساؤلات متابعينا الكرام التي تطرح الآن في وسائل الإعلام الإسرائيلية. إذا النقاشات، هل انتهى الحدث الأمني حتى الساعة؟ الشرطة تقول بأننا نتابع، نفحص، ندقق للوصول إلى المنفذ. سئل قائد شرطة الاحتلال في مدينة تل أبيب هل المنفذ من مخيم قلندية، قال نفحص كل الاتجاهات، حتى الساعة لا يوجد أي تأكيد عن هوية المنفذ. إذا متابعينا الكرام سنكون معكم بالتفاصيل لآخر الأحداث والتفصيلات، لكن هذه العملية جاءت في توقيت حساس، جاءت بعد ساعات من تنفيذ عملية للاحتلال الإسرائيلي في منطقة، تحديدا في منطقة جبع وقبلها في منطقة جنين. نعود متابعينا إلى إذا متابعينا الكرام في التفاصيل الجديدة. إذن متابعينا الكرام هنا النقاشات، لماذا تظهر الفيديوهات من العمليات؟ هذا يعزز دائرة الخشية من التفاصيل المتعلقة بكيف يمكن أن يصدر الشكل. لكن متابعينا الكرام أنا قلت بأنها جاءت في توقيت حساس، هذا التوقيت الحساس الذي يعتبر الاحتلال الإسرائيلي يأتي في توقيت بعد حادثة جبع، ثم قبل ذلك حادثة جنين وحالة الغضب المتزايدة. وكان التساؤل يوم أمس، هل أو عفوا صبيحة هذا اليوم من وسائل الإعلام الإسرائيلية، هل نحن أمام حدث آخر يمكن أن يحدث في أي دقيقة؟ كانت الإجابة نعم. الإرهاصات كانت تقول الآتي، والتحذيرات الأمنية الإسرائيلية بأننا قد نكون أمام حدث قد يحدث في أي لحظة. إذن هذا المشهد متابعينا الكرام، والصور التي تبث الآن لوصول الشاب المنفذ إلى منطقة تل أبيب بالقرب من أحد المطاعم. أيضا النقاشات الإسرائيلية متابعينا الكرام بأن على ما يبدو لم يستطع المنفذ إلى الوصول إلى داخل المطعم، لو وصل كانت الأمور صعبة. إذن هناك اشتباك كما يظهر في الصورة ما بين الشاب وما بين مجموعة من المستوطنين، وأيضا يدور المشهد متابعينا الكرام عن ملاحقة بينية ما بين الشاب الفلسطيني وما بين المستوطنين في المكان. إذن هذا يأتي أيضا في ظل احتجاجات عالية متابعينا الكرام في تل أبيب. دعونا قبل ذلك متابعينا الكرام، لدينا 1100 متابع، نتمنى منكم على الأقل عمل شير للوصول إلى عدد أكبر من التفاصيل. سنضعكم في الصورة الكاملة لشأن الإسرائيلي الداخلي، ماذا يجري الآن في داخل الكيان، كيف تفكر المؤسسة الأمنية، ما جرى في الضفة الغربية، تأثير كل هذا في النقاشات الإسرائيلية. يمكن أن نلخص لكم المشهد، الأحداث بدت متوالية منذ عدة أسابيع، خاصة المفترق الكبير ما جرى في مدينة نابلس وارتقاء 9 من الشبان، ثم أعقب حادثة حوارة التي شكلت مفترقا كبيرا كما تقول وسائل الإعلام الإسرائيلية في مشهد الصورة الأكبر. هناك كانت نقاشات في العقبة، وكان هناك إمكانية للقاء مع قيادات السلطة الفلسطينية في شرم الشيخ، الولايات المتحدة كانت حاضرة، اليوم الرئيس وزير الدفاع الأمريكي كان في لقاء مع نتنياهو في منطقة تل أبيب تحديدا في مطار بن غوريون للنقاش حول فرضية التصاعد للأوضاع. عن إيران يتحدثون، عن الضفة الغربية يتحدثون، عن القدس يتحدثون، عن الإيقاع العام في الساحة الفلسطينية يتحدثون، هل نحن أمام حالة تصعيد؟ لكن قبل ذلك وبعده سنذهب إلى هذا المؤتمر الصحفي. إذا رئيس بلدية تل أبيب ماذا يقول؟ إذن متابعينا الكرام رئيس بلدية تل أبيب يتحدث عن الحادث وتفاصيله وأثره على السكان. نعود متابعينا الكرام للحديث عن البيئة السياسية، الأحداث المتراكمة جعلت هذا الحدث يلد كما تقول وسائل الإعلام الإسرائيلية من جراء التحذيرات الكبيرة التي نشأت في الآونة الأخيرة، بواقع على الأقل 5 تحذيرات في اليوم
ترد إلى المستويات الأمنية المختلفة، وهذه التحذيرات عنوانها يمكن أن يحدث حدث ما في الأراضي الفلسطينية. الأوضاع إذن متابعينا الكرام على صعيد الاحتجاجات الداخلية الإسرائيلية، ما جرى اليوم ووجود عدد كبير من المحتجين الإسرائيليين ضد سياسة نتنياهو، إقالة مفتش الشرطة الإسرائيلية في تل أبيب، هذا الإرباك الأمني منادى بإقالة ابن كفير، كل ذلك يأتي في حالة التخبط الإسرائيلي الناشئ جراء الأوضاع الداخلية. يعكس أيضا هذا الموضوع متابعينا الكرام فيما تعلق بالأوضاع المنعكسة ما بين الضفة الغربية والداخل، لكن القراءة الإسرائيلية متابعينا الكرام كانت تتنبأ بأن هناك تصعيدا وأن هناك أحداثا بعد الأحداث التي وقعت في جبع وأيضا جنين وأيضا نابلس. هذا ملخص متابعينا الكرام الذي يمكن أن نشير إليه، سنكون معكم إن شاء الله في المتابعة خلال الساعة القادمة حول آخر التطورات آخر الأوضاع وما يمكن أن ينشأ خلال الساعة القادمة. كونوا معنا في المتابعة وإلى اللقاء.